ما كنت أصدق هذا لولا أني مرة في الطائرة جلس بجواري شخص ليس طالب علم ولا داعي يا أخوة، لكني أظن أن مثله ربما حط رحله في الجنة، أسأل الله جل وعلا يتقبل منا أجمعين. يقول لي قصته: لما سألني فسألته عن حفظ القرآن، فقال يا شيخ، وهو فني تخدير، قال يا شيخ أنا من 13 عاما عهدت ربي أن أحفظ القرآن حفظا متقنا، فاعتكفت عليه، وتعلم طبيعة عملي لا أخرج إلا العصر، لكن الله أعانني بأمور. قلت: ما هي؟ قال: الأول أني لا يمكن أصلي الفجر فأخرج حتى تطلع الشمس، والله يا شيخ إن أكثر الأيام أنام في المسجد، لكني ربيت نفسي على هذا فيبارك الله لي في سائر يومي. الثاني وهو الأعجب: إني يا شيخ لا أذكر، وأنا أحدثك وأسأل الله أن يتقبل مني ومنك، هو يقول لي ولا أروي هذه عن أحد، إنما عن الشخص نفسه، يقول: والله يا شيخ ما أذكر، ولله الحمد أنه قال حي على الفلاح وأنا أبحث عن الفلاح خارج المسجد. شوف المعنى. يقول: النبي صلى الله عليه وسلم على لسان هذا المؤذن يقول حي على الفلاح، إيش أريد من هذه الدنيا؟ الفلاح هنا. يقول: فلما كان مني ذلك بارك الله لي في يومي. قلت: وكيف ترى هذه البركة؟ قال: أخبرك، لا أكاد ولله الحمد يضيع من وقتي شيء، وهو يتحدث بعفوية ما أحسبه إلا صادقا، حتى سألته فقلت: في كم تختن في القرآن؟ فتلكأ قليلا ثم التفت إلي وأطرق رأسه وقال: أحمد الله أني أختمه يا شيخ كل يوم ونصف، والله يا إخوة أول مرة أحتاج أن أقول لعلك في 3 تختم في 3. قال: يا شيخ، وبعبارة العام، قال: غصب علي، أنا سائر وقتي أقرأ، وأنا جالس أقرأ، وأنا في سيارتي أقرأ، وأنا في المسجد أقرأ، وأنا في طريقي أقرأ، فأنتهي يا شيخ إلا رمضان، استثنى رمضان لدقته. قال: فأنا في رمضان أختم 8 مرات غيبا و8 تلاوة لأصحح خطأي في سائر العام. قلت: ما أدري أعجب من الأولى أم أعجب من الثانية، أم أتأثر وأعزي نفسي بالثالثة، لكني أردت أن أختم يا إخوة وأقول: ها قد جاء هذا الموسم العظيم، أروا الله من أنفسكم خيرا، أياما معدودات، والله لو لم يكن من نعم الدنيا كلها إلا رمضان لكفى. ولذلك الله جل وعلا يقول في آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه النعم الدينية هي النعم الحقة بأن تقدم بالشكر. لو مكثت طيلة عمرك ساجدا على أشفار عينيك لتحمد الله أن نور قلبك بالقرآن، والله ما شكرت الله جل وعلا حق شكره. أسأل الله جل وعلا أن يوزعنا شكر نعمته، وأن يتقبل منا، وأن يعيننا.